اختلاف. برتقالي أم أخضر؟ أخضر؟ برتقالي. مرحبا يا قرقور، ماذا تفعل يا قرقور؟ نعمان، أنا محتار، هل أنام وأنا أرتدي الجوارب الخضراء أم أرتدي الجوارب البرتقالية؟ البرتقال. أنا برأيي، ولكن أنا أحب الأشجار أيضا، ولهذا أعتقد أن اللون الأخضر هو المناسب، سأنام بالجوارب الأخضر. لا لا يا قرقور، ارتدي الجوارب البنفسجية مثلي يا قرقور. لا 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 يا نعمان، هذا اللون ليس مناسبا. ولماذا ليس مناسبا يا قرقور؟ لأني أحب اللون الأخضر. هيا البس الأخضر مثلي. لحظة يا قرقور، لدي فكرة رائعة. حقا؟ ما هي؟ هيا لنذهب ونسأل إلمو لحل هذا الاختلاف. إلمو؟ أعتقد أنك على حق، لنذهب ونسأل إلمو ما هو اللون المناسب. هيا بنا. هيا. من هنا يا قرقور. هنا؟ كنت أعرف ذلك. إلمو إلمو. حسنا نعمان، تفضل واسأل إلمو لتعرف أن اللون الأخضر هو اللون المناسب. إلمو، أنا وقرقور مختلفان في موضوع مهم جدا 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 جدا. عليك أن تعرف أي منا على صواب. ما هو لون الجراب الذي يجب أن نرتديه قبل النوم؟ هل هو اللون البنفسجي؟ مثل لون التوت اللذيذ؟ أم هل هو اللون الأخضر؟ لون أوراق الشجر الجميلة؟ لا هذا ولا ذاك. ليس هناك مثل اللون الأصفر. إنه يحب الأصفر. الأصفر؟ هذا يعقد الأمور كثيراً. فعلاً. فلنذهب إلى خبير النوم. هيا إلى ملسون. ملسون. ماذا تريدان؟ ملسون صديقي. ملسون. ملسون. ماذا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ممتاز. ما لون الجورب الذي ترتديه حين تنام؟ هل هو الأخضر؟ مثل الحقل الجميل المليء بالأشجار والنباتات الزاهية. أم البنفسجي مثل لون زهرة السوسن الجميلة الرائعة. من سوسن؟ ليس هذا ولا ذاك، أنا أنام حافيا، والآن دعوني أكمل قراءتي. ما رأيك أن نسأل شمس؟ نعم يا قرقور، هيا بنا. هيا. شمس؟ 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 أين أنت يا شمس؟ أين ذهبت؟ شمس عودي. لدينا سؤال مهم جدا جدا جدا. لماذا تحملان الجوارب في أيديكما؟ إنها للأرجل. حقا؟ يا سلام، شمس الذكية ستختار النوم بجوارب بنفسجية مثل نعمان. لون الباذنجان اللذيذ. نعمان، شمس فائقة الذكاء مثلي، ولهذا ستختار اللون الأخضر مثل فاكهتها المفضلة التفاح الأخضر. ألهذا كنتما تجولان في حي سمسم مع الجوارب منذ ساعة؟ نعم. سأريحكما من الدوران المتواصل إذن. لدي الجواب الصحيح. ما هو؟ اللون الصحيح هو لا يهم، لأن الجوارب الصحيحة هي التي لا تزحلق. عندما أستيقظ في الصباح أركض للحمام لتنظيف أسناني، لذلك ألبس جوارب خاصة لا تزحلق. حتى لا تأخر عن المدرسة. تصبحون على خير. لا أعتقد أن اختلاف آرائنا يجب أن يؤثر على صداقتنا يا قرقور. هل هذا يعني أنه يمكننا أن نختار ألوانا مختلفة حتى لو كنا أصدقاء؟ أعتقد ذلك يا قرقور. أنا تعبت. وأنا كذلك.
لو قال واحد أقول بيب، لو قال اثنين أقول بيب بيب، لو قال ثلاثة أقول بيب بيب بيب. هكذا نعمل دائما. ترجور، ماذا لو قال 12؟ أوه، أقول بيب 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 بيب. لا أزيد. لو قال واحد أقول بيب، لو قال اثنين أقول بيب بيب، لو قال ثلاثة أقول بيب بيب بيب. هكذا نعمل دائما. لغتنا دحلو وكلامنا منها لا يخلو، ولها صوت ولها اسم ولها شكل. ردد صوت الحرف ترنم، واسم الحرف معنى تعلم. هل تعرف ما حرف اليوم؟ حرف السين. حرف اليوم. مرحبا بالأصدقاء الأحبة، وأهلا وسهلا بكم. اليوم خرنق يريد أن يلعب مع أصدقائه السناجب، هل سيسمحون له؟ تعالوا معي لتستمعوا إلى قصة خرنق وديله القصير. خرج خرنق للمر يبحث عن الفراشات ليلعب معها، فسمع أصوات قهقهات السناجب وهي تلعب في الساحة الجليدية. بدت السناجب مستمتعة وهي تتزحلق وتضرب قرصاً أزرق بأذيالها الطويلة، فطلب خرنق اللعب معها. سأله السنجاب الأحمر: هل لديك ذيل؟ بالتأكيد، هتف خرنق وهو يهز ذيله بحماس. أوه، ولكن ذيلك قصير وأذيالنا طويلة، نحن الأفضل. هذه ليست مشكلة كبيرة، قال السنجاب ذو القبعة. ابتسم خرنق وصرخ بحماس: مرر القرص إلي. فمررت السناجب القرص إليه بذيولها الطويلة. وصل القرص إلى خرنق فضربه بذيله القصير، لكن القرص لم يتحرك. ضربه مرة أخرى فتزحلق عكس اتجاه المرمى، فصاح فريقه: أوه، ذيلك قصير وأذيالنا طويلة، نحن الأفضل. مرر السنجاب الأحمر القرص إلى خرنق الذي تزحلق على جنبه وحاول إمساك القرص بأذنيه الطويلتين، ثم ضربه باتجاه المرمى
لكنه أضاع الهدف. فغضب السنجاب الأحمر وقال: أخرج من الملعب، لست ماهراً مثلنا، فذيلك قصير وأذيالنا طويلة، نحن الأفضل. خرج خرنق حزينة. لم يعجب هذا السنجاب ذا القبعة الذي توقف عن اللعب قائلاً: لا يمكن أن نكمل اللعب بينما تسببنا في حزن صديقنا. اعترض السنجاب الأحمر قائلاً: إنه أفسد اللعبة بذيله القصير. فكر السنجاب ذو القبعة ثم قفز قائلاً: لكنه يمكن أن يكون حارس مرمى لأن الأرانب ماهرة في القفز. هتفت السناجب موافقة وذهبوا ونادوا خرنقة الذي عاد سعيداً للعب معهم. تمكن من صد القرص ففاز فريقه وحملوه على الأكتاف. أحسنت أيها السنجاب ذو القبعة على تقبلك لخرنق والسماح له باللعب معكم. ما رأيكم؟ هل أعجبتكم القصة؟ انتهى يومنا يا أصدقاء، ولكن قبل ذهابنا نعمان، ما رأيك أن نلعب لعبة العجلة؟ هيا لنلعب. هيا. ما هو سؤال اليوم يا ترى؟ سؤال اليوم مفاجأة. مفاجأة إلمو هي حزورة، لونها أصفر وسريعة. من هي؟ هل عرفت؟ صحيح. أحسنت. إنها الشمس. يا سلام. يا سلام. حسنا وداعا. شدا نشر الأفراح كما وعد، شارك كل وحيد قلبا وأعاد الحب لمن فقد. رحنا نمرح نفرح نلعب وننفذ منا ما يطلب، فتعلمنا كل جديد حللنا المسألة الأصعب. من بطل القصة نتعلم أن الطفل الصادق يسلم، أن الخير يدوم طويلا، والمرأة الشريرة سيندم. افتح يا سمسم أبوابك حين نعود لنطرق بابك، ما أحلى سطرك وكتابك.